التجاعيد تحت عينيكي وتجاعيد وجهك كله في يوم واحد، معقول يا مايا في يوم واحد؟ اه بزيت الاطفال. هقولك على طريقة وسر رهيب هيذلك التجاعيد في ليلة واحدة، وهيشلك كمان الخطوط والتجاعيد تحت العين وانتفاخات العيون في يوم واحد. هخلي بشرتك دي. الله بركاته، واهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبه لكم سر رهيب وتحدي، سر هيذلك التجاعيد في يوم واحد من اول مره. بس كام حاجه كده هتطبقيها ورا بعض، لو عندك مناسبه او عندك خروجه وعايزه تخفي او تزيلي تجاعيد تحت العين، تجاعيد الجبهه، تجاعيد وانتفاخات العيون، وازاله اي تجاعيد او اي سواد في البشره، جربي وطبقي اللي انا هقولك عليه في الفيديو النهارده ده. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. دلوقتي احنا هنعمل ثلاث خطوات ورا بعض، الثلاثه دول لو عملتيهم بنفس الطريقه اللي انا هقولك عليها، تجاعيد بشرتك وتجاعيد تحت عينيكي وانتفاخات وترهل الجفون وكمان الهالات السوداء هتختفي معاكي بشكل نهائي، لدرجه ان انت مش هتقدري تتصوري الوصفه ديت هتعمل معاكي ايه. دلوقتي حبايب قلبي هنعمل خطوتنا الاولى ونركز فيها كويس جدا. هنجيب معلقه كبيره من الحليب السائل، معلقه كبيره من الحليب السائل. نركز مع بعض لان الطرق اللي احنا هنعملها ورا بعض دي اكنك بالظبط بتعملي جلسات لازاله التجاعيد تحت العين وتجاعيد الوجه كله. بعد كده هنبدا ان احنا ناخد على معلقه الحليب الكبيره بتاعتي معلقه من زيت جونسون، وزيت جونسون ده كنز للبشرة وكنز لإزالة التجاعيد والتفتيح لون البشرة. هنبدأ ان احنا نخلط زيت جونسون مع الحليب بتاعي كويس قوي بالشكل ده، وهنخلطهم خلط جيد لحد ما يتجانسوا تماما تماما ويتقلبوا مع بعض. واهم حاجة ان انت تقلبي كويس على اساس ان ما يكونش فيه اي فاصل ما بينهم، زيت الزيت مع الحليب. دي خطوة مهمة جدا هنعملها. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، هنبدأ ان احنا ناخد معلقة صغيرة من جل الالوفيرا او جل الصبار، وهنبدأ نقلبهم كويس قوي. انا بقولك على حاجة قوية قوية فوق ما تتصوري لشد التجاعيد والتفتيح وشد كمان التجاعيد العنيدة اللي بتكون تحت العينين. هنقلبهم مع بعض كويس قوي. معلش هو جل الالوفيرا هياخد معاكي وقت شويه في ان هو يتقلب، فيعني هياخد معاكي وقت، فهتقلبي شويه كده حلوين علشان يدوبوا معاكي ويتقلبوا كويس قوي. دي الخطوه الاولى، ونركز مع بعض عشان الخطوات اللي احنا هنعملها دي هنعملها قبل النوم، يعني قبل ما تنامي، يعني قبل ما تنامي بساعة بالليل، يعني بعد ما تخلصي اللي وراكي هتعملي الخطوات اللي احنا بنعملها مع بعض دلوقتي دي. هنبدأ ان احنا نقلبهم كويس او بالشكل ده، الحليب مع جل الالوفيرا وكمان زيت الاطفال او زيت جونسون. بعد كده هتبدأي ان انت تيجي بقى على بشرة نظيفة جدا، بشرة نظيفة، وهتبدأي تاخدي دي الخطوة الاولى. لو خدتي الخطوة دي بس وخرجتي من الفيديو مش هتستفادي خالص، لان دي خطوات بنعملها ورا بعض علشان شد التجاعيد من اول مرة. هنبدأ ندلك البشرة، والبشرة دي تكون معمول لها مقشر قبليها على طول من المقشر المفيد للتجاعيد، معلقة من أوراق الغار المطحونة على معلقة من السكر وكمان معلقتين من زيت الزيتون. هنعمل مقشر دوت قبل ما نستخدم أي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها مع بعض النهاردة دي. هنبدأ ان احنا ندلك كويس جدا 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 بالشكل ده البشرة والتجاعيد، وكمان بتيجي كده بايديكي بصوابعينك الاتنين دول وتعملي التدليك ده كده تحت عينيكي، كده اهو كده اهو تحت عينيكي تمام. وهتبدأي تسيبي المكونات بتاعتك دي لمدة 15 دقيقة، 15 دقيقة. ما تتنقليش بقى ولا تتحركي علشان الماسك او المكونات دي ما تلقطش اتربة فبشرتك تتضر تمام. دي الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها. بعد كده هنغسل بشرتنا كويس جدا ونبدأ ننفذ الخطوة التانية مباشرة بعد الخطوة دي. الخطوة التانية ان احنا هنجيب معلقة من العسل الطبيعي
معلقة من العسل الطبيعي، وهنبدأ ان احنا نحطها بالشكل ده في البولة او الطبق بتاعي، وهنبدأ ان احنا ننزل عليها بمعلقة من زيت اللوز الحلو، هنجيبه من عند العطار وهنبدأ ان احنا نستخدمه. هناخد معلقة من زيت اللوز الحلو على معلقة العسل. عايز اقول لكم بصوا اكنك بالظبط دافعه مبالغ 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 كبيره جدا جدا عشان تشيلي تجاعيد وجهك. هنبدا ان احنا نقلب زيت اللوز المر على العسل لحد ما يدوبوا مع بعض كويس قوي، والعسل يفك من اي تكتلات بالشكل ده. بعد ما قلبناهم بالشكل ده هنبدا ان احنا ننزل عليهم بالظبط كده معلقه واحده بس، او لا نص معلقه من النشا او الكورن فلاور، نص معلقه من النشا او الكورن فلاور، وهنبدا ان احنا برضو نقلبهم. وهتقلبي كويس جدا العسل مع الزيت اللوز وكمان معاها النشا. اهم حاجه انك تقلبي كويس جدا. وصفه فظيعه فظيعه، بس زي ما قلت لك علشان الوصفه تنجح معاكي بنسبه 100% ننفذ الثلاث خطوات، وكمان نكون قبليها عاملين مقشر للبشره عشان لو عندنا جلد ميت او بشرتنا يعني فيها جلد ميت عايزين نشيله. بعد كده هتبداي ان انت تحطي معلقه من زيت جونسون، وده طبعا زيت جونسون هو الاساسي معايا في الوصفات بتاعتي. وهنبدا نقلب زيت جونسون كويس قوي مع العسل والنشا وزيت اللوز. بعد ما قلبناهم بالشكل ده هتبداي ان انت تاخدي كده وهتبداي ان انت تدهني وتوزعي كده كويس جدا مع التدليك المستمر على التجاعيد وتحت عينيكي. برضو هنعمل كده، هنعمل كده. الحركه دي كويسه جدا جدا لشد التجاعيد. بناخد بصابعنا الاتنين دول كده على تحت عينينا وبنعمل تدليك بالراحه حول العين، حول العين، فوق العين وتحت العين. وهنبدا ان احنا ندلك كويس قوي بالشكل ده كده، هندلك وهنبدا ان احنا نسيبها على تحت العين وعلى الوجه كله لمده 25 دقيقه كامله. الخطوات ديت بتعمليها وانت فاضيه خالص ومش وراكي حاجه، واوعي تتحركي او تروحي وتيجي في الشقه وانت عامله الماسك عشان ما يلقطش اتربه، لان الماسك بيلقط اتربه والاتربه بتبوظ البشره. طيب بعد ما سيبناه 25 دقيقه هنبدا برضو نغسل بشرتنا تاني ونعمل بقى الخطوه الاخيره اللي بعديها مش هتشوفي اي تجاعيد في بشرتك. اخر خطوه بقى حبايب قلبي هنعملها ان احنا هناخد معلقه صغيره خالص من القهوه سريعه الذوبان، القهوه او النسكافيه سريع الذوبان، هناخد منه معلقه صغيره خالص او نص معلقه صغيره، يعني حاجه بسيطه جدا جدا من القهوه سريعه الذوبان. وهنبدا ان احنا نحطها عندنا في الطبق بتاعي او البوله بتاعتي بالشكل ده، وهتبداي ان انت تنزلي عليهم بمعلقه برضو من زيت جونسون، لان زي ما قلت لكم برضو الاساسي معايا في الوصفه دي زيت جونسون للاطفال. وهنبدا ان احنا نقلب زيت جونسون مع القهوه سريعه الذوبان. الكميه اللي معايا هتكفي وجهك كله، وكمان ممكن كمان تكفي الرقبه. قلبنا زيت جونسون كويس قوي مع القهوه سريعه الذوبان، وبقوا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده يا حبايبي هنبدا ان احنا ناخد نص معلقه او بطرف المعلقه كده كركم التجميل. كركم التجميل ما بيصبغش البشره، كركم الطبخ بيصبغ البشره، كركم التجميل ما فيهوش الوان صناعيه. فهناخد نص يعني طرف المعلقه كده كركم تجميل، بتجيبيه من عند العطار او ممكن تجيبي الكركم انت خام وتطحنيه عندك، بس الكركم الطبخ بيكون فيه الوان. هنبدا نقلب الكركم مع القهوه سريعه الذوبان وكمان معاهم زيت جونسون، وهنقلبهم كويس قوي. هتلاقي القهوه سريعه الذوبان او القهوه او النسكافيه عامله تكتلات كده بسيطه، فهتبداي انك تقلبيها كويس بحيث انها تدوب، وتحاولي ان انت تشيلي التكتلات منها وتخليها تدوب مع الكركم ومع
زيت جوزهم. بعد ما قلبناهم كده بالشكل ده هنبدأ بقى ناخد برضو وهنبدأ ندلك البشرة كويس جدا جدا ونعمل تدليك محيط العين زي ما قلنا كده في اول الفيديو. بعد كده هنسيبها برضو لمدة 15 دقيقة وبعد كده هنغسل بشرتنا كويس جدا جدا بالغسول عشان الزيوت او الدهون اللي هتبقى فيها بسبب الزيت. خلاص عملنا خطواتنا. بعد ما نخلص خالص، بعد ما نخلص 3 خطوات نبص في المراية ونشوف المفاجأة والنتيجة. وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات عملتوا ايه بالظبط والوصفة عملت معاكوا ايه عشان تفيدوا بعض، كل واحد فيكم يستفاد من تجارب التاني. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس امرا. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.